تواكب العصر ولا الجيل شنو يحب اللي طالع تو التندونس تتبدل؟ والله طيب شو نقول لك تضحك. الجيل اللي طالع تو فما رابوريت انا قاعد نكتب لهم. فما دي رابور تكتب لهم؟ نكتب لهم فريق جديد هذايا. هاو يقولوا لي رابور يغنيوا كان كلامهم. يعني قلت لك انا عاد متبدلت. شكون تكتب له مثلا؟ لا لا ما نعطيكش لسامي جملة. لا لا كوستا. لا ما نعطيكش لسامي جملة. أتعهد بأن أكون صريح وجريء، هذا الالتزام. صريح وجريء لكن متحفظ على أسامي عبيد على خاطر خاطر عبيد باش تتحطم كي مش نحكيها الحكاية، وأنا من عمري ما نقول جعلني جرة، فهمت؟ دي نقولها لك ومتأكد منها. متحفظ، أنا صريح معاك لأقصى درجة، وصلت حكيت لك على حياتي الخاصة اللي حتى واحد ما وصل مس للكوتي هذيك وحكيت. ما ذي راهي فما رابوريت باش تتحطم كي نقول. فما رابوريت أنا نكتب لهم وأنا نسجلهم صوتي باش هو يعمل يحفظ التكنيك وبعدين يمشي صب. واليوم معروفين معروفين وضاربين وياخذوا يذلبوا في الفلوس وكوستا يجيبوا في ديفيو كبار بيان سور يجيبوا في ديفيو ويجوا يعملوا في مهرجانات يعملوا في جو يعملوا في فلوس ويخرجوا لأوروب ويخرجوا لكندا ويخرجوا للواحد وبعرق دي جي كوستا. شوف كوستا بصراحة ما نحبش يمكن نتعسف عليك ونحب نفكرك في حقوقك أيضا في البرنامج كيما عندك الالتزام عندك حقوق حقوقك فما دو جوكير تنجم تستعملهم وقت اللي تحب. جوكير الأولاني تقول أمتنع على الإجابة على السؤال هذا، والجوكير الثاني ما تجاوبش لكن بمقابل، والمقابل هو يا تحكي نكتة يا تغني غني. هذم لي دو جوكير. وفي إطار التزامي أنا بقانون البرنامج باش نشد فيك صحيح تقول لي شكون لي رابور اللي تكتب لهم يا تجاوبني يا تستعمل جوكير. نستعمل جوكير نستعمل جوكير. أنا يعني قلت لك راني مانيش راني صريح لأقصى درجة، أما مانيش ولد حرام. راهو فما برشا حكايات كان نحكيهم راهو برشا رابوريت باش معناتها ما يجعلني جرة، وخاطر تو ما عادش باش يقولوا يحكي في الصراحة باش يقولوا خاطر الآخر طلع والآخر لا ويغير منه باش يعمل له عملة وفهمت يحب يحطمه. استعمل الجوكير. الجوكير الأولاني تمتنع الإجابة. تمتنع الإجابة. واضح.